الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد هو الأحد، الله أكبر. سبحان ربي، سبحان الله الله أكبر، سبحان ربي، الله أكبر، سبحان ربي، الله. السلام عليكم. إذا وصلك هذا المقطع معناته الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا، محبك وبده يعلمك. هل أنت بتصلي عشان تخلص من الصلاة ولا تصلي تقربا إلى الله؟ الصلاة سريعة، ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام للرجل اللي دخل المسجد وصلى بسرعة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما كان له صليت انكبلش، قال إنك لم تصلي، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعدين الدعاء في السجود، قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. استغل الفرصة وانت ساجد، أكثر. يعني مش محتاج، انت مش محتاج، انت مش محتاج لله سبحانه وتعالى. أكثر من الدعاء. والتأني في الصلاة لأنها ركن، طمأنيني ركن من أركان الصلاة. أسأل الله أن يغفر لكل من نشر هذا المقطع أو ساهم في نشره، والسلام عليكم ورحمة الله.